من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة من دخل بيته فهو آمن، أردنا أن يبقى الإنسان المواطن في بيته حتى ولو كان في أيام العيد، في أيام أخرى بعد العيد لست ندري كم ستدوم هذه الجائحة، رب إن شاء الله يعجل بالفرج، ولكن إذا ما عندكش حاجة أو ضرورة للخروج ينبغي أن يبقى الإنسان في بيته، والإنسان الذي يبقى في بيته سيسلم، سيكون سالما في نفسه، سالما في سربه، سالما في أهله، في أولاده، وهذا الذي نتمناه حتى نفرح أكثر. ما يكونش فرح نتاعنا بالعيد لما نلتقى مع الأحباب والأصحاب في يوم واحد وبعدين يكون عندنا عدوى ويكون عندنا وفيات لا قدر الله، هذا ما تكونش فرحة، هذه تكون يعني مأتم ويكون جراح وأقراح، ونحن نريد أن نخفف أقراحنا وجراحنا وأحزاننا وأطراحنا ونكثر أفراحنا ومسراتنا وبهجتنا إن شاء الله.